انساك وانساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني، تقرأ 2000 كتاب تقعد اناني، ما عاد تراني يا ما قلب اللي بغاك ما عاد يبالي، سكر الباب وراك وخروج من بالي، وسلم علي معاك ما بعاد رخيص. ولد عامر حيزة هيك ولا جبناه باش يشد لينا الايسكال، هو نكر، هو ما عندوش حتى تاريخ، هو مدرب خايب الحقيقة، وعندنا 50 واحد في القاسمين خير منه 1000 مرة. نفس العقلية، راه العقلية نتاع الحقرة والعقلية نتاع البغض، خاطر هو قادر انه يدفع 5 ملايين و 6 ملايين شهرية و 8 ملايين شهرية لسياحلي، ولكن ما يحبش يعطيها للقاسمين، خاطر يعطيها للقاسمين 4 شهور يحسبوا من 4 شهور في 8 ملايين 32 مليون يصبح عامل كهرباء. لا، القاسمين لازم نعفسوا، لازم يخدم بلاش، لازم يتطوع. قال شنو يحب الجمعية؟ نحبوا الجمعية، أما نحبوا عن حقوقنا قبل ما نحبوش بعضنا. يعطيك الصحة، ما نحبوش بعضنا خلاص. والله ناكد لك حاجة، حمد يدو مثلا نامن بيه كمدرب، مدرب ممتاز جدا. حمد يدو نتاع الرلوي ونتاك في مركب بوتو للقاسرين، شو عايز؟ نتاع الرلوي ورينا سفاقس ورينا ستاتويزيان ورينا اسمع سفاقسية، عندك حاجة على سفاقسية؟ سفاقسية هم يبدأوا في جنة سفاقسية هم يشيد حاجة صنع على أي مجال ورينا سفاقسية هم يشوف أقرأ فينا كوني الصحيحة صحيح فينا سفاقسية، نمن بيهم فهمتني؟ لا إله إلا محمد رسول الله، من ماتش لو حابوا نحوره في الليتوار، انت جايبه بالله اعطيني جوار الخدم خدم باجة تربح النادي الافريقي تولي مراهق جدي على البطولة، ماتش بجاذبية خير برجلين، نتمنى تربح تربح النادي الافريقي. نجم نقول لك مراهق جدي السنة على البطولة، خاطر كي تشوف اللاعبين ظاهرين مستويتهم يكون خلص معناها. لا ممتازة الجوات تاع باجة مش معديين، انت شوف نقول شوف نقول هذي هو نتصور جوار قبل في القاسرين وإلا مرافق أخاتر يعرف ديتاي ما يعرفني بالقداسة، يقول لك راهو فلان الفلاني حتى أنا يعرفني مرة أكل كيف في كومنتير قريته، يقول لك فلان الفلاني أكل عام وهو خارج من الفستير قابله فلان، أنا يجيب لك حاجة يعرفني بالقداسة. هاي سيدي نرجع بعد احباب ننساك ونساني، تبعث 200 جواب وتقول تهواني، تقرا 2000 كتاب تقعد اناني، ما عاد تراني يا ما قلب اللي بغاك ما عاد يبالي، سكر الباب وراك وخروج من بالي، وسلم علي معاك ما بعاد رخيص على الغالي يا ما. ليلي التحقوا بينا من جديد مرة أخرى على سلامتكم، مرحبا بكم في أولا سبور، مازلنا في نفس السياق ومازلنا في نفس الإطار، ومازلنا باش نحكيو كورة مع سي إبراهيم النجلاوي وسي حسان الحريزي.
ايه على فكره انا ديما بالحق انا حسين حليز وحسين حاجي ناس كل اسمع انت مشيتوا في جينيراسيون واحده. انا مش تفكرت وقتها نلعبوا مع مستقبل بالياسرين، كان حسين الناصري وحسين الهريسي، كان ماركيت نابونت وحسين الناصري، كان فهمتني ولا عيط لي لونترونير بتاع الجينيور يقول حسين حسين الناصري ولي يمشي في بلاصته اليوم نفسه حسين حاجي ولي يعلق. تحياتنا بالطبيعه لحسين الناصري وحسين حاجي. تحيه لي حسين الناصري وحسين حاجي، ان شاء الله موفقين في مسيرتهم ان شاء الله. باهي سكرنا مع ملف المدربين وهيت نحلوا توا ملف المنتخب الوطني التونسي. سي ابراهيم لو كان نعرف انه نحن اليوم الجمعه نورمالمون هو اخر اجل لارسال الدعوات المبدئيه للاعبين المنتخب الوطني التونسي، نعرف ان اللاعبين المحترفين بالطبيعه يبعثوا لهم دعوه اوليه مبدئيه. الدعوه هذه نقولوا راو مثلا يا الزمالك راو يمكن باش نستدعوا سيف الجزيري مثلا، ومن بعد ثم الاستدعاء تنجم تستدعاه ولا لا. المهم الخطوه هذه مبدئيه ديما ضروري، مثلا انت باش تستدعى 26 لاعبي الدعوات المبدئيه تبعثها ل 40 واحد، وبعد تعمل مك ال 40 هذوك وتشوف انت شكون ال 26 باش يجوك. اليوم اخر اجل لارسال الدعوات المبدئيه للاعبي المنتخب الوطني التونسي اللي باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في الماتشات اللي باش يصيروا في نوفمبر بعد جمعتين تقريبا ثلاث اسابيع. به شكون باش يرسل الدعوات هذه؟ نحن معناش مدرب، مش المدرب معناش ستاف تكنيك ولا بالضبط معناش ستاف تكنيك. دونك شكون باش يبعث؟ المدير الفني. وهل عندنا مدير فني؟ عندنا مدير فني، ولكن هل مفعل الخطه نتاع الخطه نتاعو هل هو فاعل تسمح بحقه ولا تسمح لا؟ تسمح ليه باش هو قانون المقام نتاع قانون قانون ايه، ولكن تحط روحك مدرب مثلا. نحن سمعنا اللي اتصلوا بجلال القادري واتصلوا بسامي الترابلسي والزوز رفضوا انهم يجوا، قال لك خايفين على اساميهم. لا اساميهم حتى مدرب، حتى مدرب ما يجيك على زوز ماتش، خاصه في الوضعيه هذه. ما عنديش من لاعبيه والله، مثلا مدرب تكلم مدرب نكره ينجم ياخذ الريسك ويقول لك كان شديت المنتخب التونسي، اما تسمي تجيب لي اسامي كبار وتحبهم يشدوا المنتخب في الوضعيه هذه زوز ماتشات وبعد تروح، شكون باش يقبل ليك؟ حاجه ثاني حاجه هيت نحكوا ساعه على الماتشات هذوما، شكون باش يبعث الاستدعاءات؟ شكون باش يختار لاعبي؟ وكي تجيب مدرب ويخسر زوز ماتشات هل هو مسؤول على الخساره؟ يقول لك جبت لي جواريت ما اخترتهمش حتى تجيب لي احسن لاعبي في العالم. ايوا في الوضعيه هذه ايش يعمل المدرب؟ ولا معناها كيفاش نتصرفوا نحن المدرب الفني هي اللي باش تقوم بالعمل الذي باش تقوم بالعمل نتاع المدرب. المدرب ما ثماش، وثم اداره فنيه وعندها مدير فني. المدير الفني هو اللي باش يقوم بالمقام تاع الممر اللي هو مستقر. لا تصور سي حيدر هو كيما قال سي ابراهيم الاداره الفنيه باش تستدعي نفس اللاعبين، ومعليش ملاعبين جدد باش نجيبوهم نحن ولا لا ما عادش وقت. ما عادش وقت، هذوما هما نفس المجموعه اللي قاعدين يلعبوا تو، هما اللي باش يعاودوا نفسهم يستدعوهم ونفس المجموعه. شنو تتصور هذيك نفس المجموعه تعطيني نفس النتائج؟ المعطيات اللي تعطي خير من النتائج اللي كانت بالنسبه للاسبوع القادم. اكيد ان شاء الله ثم بعض المعطيات انه باش يتم تعيين مدرب للمنتخب التونسي. اللاعبين هما نفسهم نفس الجروب باش يكملوا ان شاء الله. كي باش تجيب نفس اللاعبيه علاش تحت المدرب؟ بون توا هل انه وقته توا وهل الوقت هذا نتاع ايقاف المدرب ولا لا؟ مش هو هو قال هو اللي استقال. لا لا مش صحيح مش صحيح، هو تم اقالته، تم اقالته. شوف باهي كي اقالت المدرب على الاقل خلي الستاف، خلي الستاف. سي حيدر نحن واش قلنا؟ قلنا راهي ثم لخبط على 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 مستوى التسيير، الهيئه التسييريه معناها تو تجي قبل مقابلتين وتقيل فوزي. هو 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 خسر. شكون النائب؟ شكون النائب نتاع 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 فوزي بن زرتي؟ يا اخي خلي قيس يعقوب، خلي قيس يعقوب يعطيك الصحه. خلي هو يا اخي علي معناها علاش هالتسرع؟ معناها انت اماخير فوزي بن زرتي مدرب بتاريخه معروف وعرفهم الجوارات، حتى على العلاقه اللي حكيت عليها بكري حسان شفنا في التدريبات كيفاش يحضنوا فيه ويحبوه، وحتى اجواء المنتخب الناس كل تعرفها، الجوارات يحبوا فوزي بن زرتي. خلي هو ماهوش باش يعمل اخي بالماتشات اللي عملهم بالضغط،
يا اخي خلي كمل هزوز ماتشويت وبعد جيب مدرب على روحك. الطبيعه تنوي الفرق، هذا الواجب اللي نورمالمون يكون توا هيئه التسيرين نورمالمون. مازالوا دو ماتش نفس المجموعه، ما عندكش حاجه كبيره باش من بعد في كوب دافريك تنجم تقيم وتنجم تعمل مدرب كبير وتنجم تكون استدعيت من اللاعبين جدد. اليوم انت عندك دو ماتش، دونك نفس الاطار الفني يبقى على راس الفريق على اساس ضمان الترشح على الاقل للكاس الافريقيه هذه التي توقع مفاجاه وتولي خيبه المسعى. كنت ترشح بالعقليه دي نحن رانا باش نخلو كرتون كبير. الفريق الوطني باش يمشي ويترشح لكاس افريقيا ولا كاس العالم بالمستوى هذا قد يعمل نتائج باهيه. بون سي ابراهيم ومن بعد تو نشوفوا يجيبوا مدرب كبير ونشوفوا عندنا بعض اللاعبين ينشطوا في البطولات الاوروبيه حتى المتوسطين. لازم تخمم، لازم تخمم في المستقبل نتاع الفريق. يا جماعه راهو حتى نحن مثلا حتى كي نفكروا في ملاعبيه اخرين اشكون باش يجي المنتخب الاجواء هذه تو خاصة نحن اللي باش نجيبوهم مكثرهم توجد هذايا بوه جزيريه وامه تونسيه، بوه مصري وامه تونسيه والا العكس ولا فهمتني معناها. والملاعبين نتاعنا اللي نحن نحبوهم يكونوا موجودين كما مثلا الغربي، فرنسا تحب عليه، اسبانيا تحب عليه. اذا كان انت ما تقنعوش بالفلوس وبالبروجي سبورتيف باش باش تقنع. اليوم باش يجي الجامعه يمكن غدوه ما تنجمش توفر حتى بيم تاع الطياره حسب سمعنا المده الاخرانيه. باش يجي المنتخب فيه برشا مشاكل ومنتخب يخسر ضد جزر القمر، هذيك المشكله. شنو هي الظروف اللي خلتنا وصلنا معناها اعرق فريق في افريقيا؟ شنو هي الظروف اللي خلتنا نوصلوا للوضعيه هذه؟ معناها مشكله كبيره. حتى اعرق سعد بكير، اسمع، حتى اعرق فريق في افريقيا اخذنا احنا توانسه نقولها، ولكن احنا راهو عندنا كاس افريقيه يتيمه وكمان كان عندنا تاريخنا كرويا، عندنا تاريخنا، عملنا مقابلات كبيره ضد اقوى الانديه في العالم، عندنا احنا 6 مرات كاس عالم، عندنا تاريخ صحيح ما كانش نتائج ايجابيه في كاس عالم لكن عندنا تاريخ محترم. المغرب توخير منا، الجزائر خير منا، مصر توخير منا، مصر ما نجوش نقارنوا بها حتى واحد. مصر معناها تشوف عدد لا احنا مش قاعدين نخدموا، ايه الجامعه مش قاعد تخدم، مش قاعد تقوم بالواجب نتاعها. بالله ثم نقطه تو مع سعد بقير نجم يعاون ليكيب ناسيونال. سعد بقير ما عندوش جمعيه، فوالا عنده 6 شهور ما عندوش جمعيه. ايه ما عندوش جمعيه عليهم، عنده 6 شهور ما عندوش جمعيه، مش يلعب. ما هو من اللي تحت الكيب نتاعو ما صححش حتى في فريق اخر، دونك ما عندوش كيب. على مستوى اللاعبين عندنا لاعبين ينشطوا في بطولات في الاسكندناف، ينشطوا النجم وراو تعرف التونسي موجود في انحاء العالم، وراو يكوروا التونسي، راو نحن ريال ماده الشخمه، التونسي راو ديما موجود، راو نحن الكاليبر نتاعنا. سامحني سي لا جميل جدا كلامك، جميل جدا. اسمع نحن ليكيب ناسيونال ما عندناش نجوم، ما عندناش لاعبين يلعبوا في السيتي، ولكن تعرف نحن الشعوب العربيه نحن قوتنا نكلمك حاجه، الشعوب العربيه الكره الايطاليه كي تمشي لمصر مثلا يقول لك نحن رانا مصر اذكى شعب في العالم، وما عندهم كعبيت صحيح، مثلا عندك محمد صلاح عندك كذا، اما مثلا نجيو لمصر يقول لك رانا اذكى شعب في العالم. كما نحن التونس قبل ماشي في بالنا اللي نحن راهو قوت التونسي اذكى والخدمه. اي وين الخدمه سيدي بعد 12 سنه ولا 13 سنه والخبث؟ اي وين ما عندك هذا الشيء. انا عندي ثقه في 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 الرجال تحب تخدم، عندي ثقه في ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال صحيح مر بظروف قاسيه قبل بطبيعه، لكن يرجع سي ابراهيم راهو يحكي على الخبث الكروي باش ما يفهموش. عندنا لاعبين رغم ان تحت المتوسط ومتوسطين، لكن المجموعه نحن قوتنا في المجموعه، قوتنا في اللحمه. قال ليكيب ناسيونال حتى كي لعبنا ضد فرق كبار ما عندناش نجوم، ولكن قوتنا اسمعني في القلب، قوتنا في القلب والنزوف. راهو الوقت تبدل. هل انه مثلا كي نلعبوا نحن ضد مثلا موريتانيا والا جزر القمر، هل نحن عندنا قلوب وهم ما عندهمش؟ معناها هو مركب بورتابل هنا حتى هم بقلوبهم، نحن عندنا رجال وهم عندهم جايبين لنا حتى هم جايبين. شفتوا شو عملت دونك؟ شفتها القليب والجرينتا والحاجات هذه الكل راهو اكل عليها الذهب. يا ولدي تو اعطيني ملاعبيه صحاح اليوم عندك في تونس، تنجم تكون اليوم في تونس ملاعبيه صحاح ولا لا؟ او باش نجاوبوا ولكن بطريقه اخرى، باش نتعدوا تو من هنا باش نحكوا شويه على ماتش النادي الافريقي واولمبي البيجي، ونحب نشوفوا اليوم هل صار قادر تونس باش تصنع ملاعبيه كبار ولا لا. نسمعوا الاكستري هذايا.
هو المفروض أن الأسبوع القادم يعني ننقل مباراة المركز الأول والمركز الثاني، مباراة الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي، ولكن مع الأسف إلى حد الآن لا نعرف الملعب الذي ستدور فيه هذه المباراة. المفروض أن تلعب في ملعب مجاز الباب، والحقيقة إذا تلعب في مجاز الباب ليس بالإمكان نقل هذه المباراة باعتبار ظروف الملعب. لهذا نتمنى لو ملعب المباراة يسمح بنقل المباراة طبيعي سنحاول أن نتواجد في مباراة الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي باعتبارها مباراة بين صاحب المركز الأول وصاحب الوصافة. بالطبيعة هذا كان إكستري اللي الشعري اللي يخدم في قناة الكاس التونسي، اللي يخدم في قناة الكاس ويحكي بالطبيعة هي ماخذة لحقوق البث متاع الدوري التونسي. ونحكوا لهنا على المباراة ما بين المتصدر الدوري الأولمبي البيجي ووصيفه النادي الإفريقي 15 نقطة 13 نقطة، ومباراة الحقيقة ماتش ما بين الأول والثاني ماتش كبير. فيقول لك رو حابين نعدوه كقناة الكاس، ولكن رو إذا كان بيش يصير في مجلس الباب تقنيا ما نجموش نبثوا الماتش هذا. فهل في الملاعب هذه والبنية التحتية هذه قادرين اليوم باش نحكوا على ملاعبية كبار؟ اوكي راكي نحكوا على كل شيء مربوط ببعض. المنتخب اليوم يعكز على خاطر عندك بطولة تعكز، بطولة تعكز على خاطر ما عندكش ميادين. اليوم أرو قبل كانت البطاحي، اليوم عادش فما بطاحي في تونس. غير مشكل البطاحي، الملاعب اللي المجهزة لاحتضان مباريات كرة القدم ما هيش متوفر بالكم اللازم. وحتى الاستادات الموجودة أرو كانت تفكروا قديش بقى شدي زويتين يتصلح عنده مدة كبيرة تقريبا، بقى على الأقل 15 سنة وإلى حد الآن وإلى حد الآن ماتش يلعبوا فيه وماتش يقولك والله ما ينجمش. معناها تو زويت اللي سنة ما ينجمش يلعب، اش معناها؟ وعلاش بالرؤيه علاش ما يلعبوش في بيجي؟ شنو التيران نتاعو؟ لا في اشغال، في اشغال ولكن الاشغال راهو في دوله اخرى. معناها الصين يعملوا يبني لك استاد في 6 شهور، نحن الاشغال نتاع صيانه ولا نتاع تركيب ضوء ولا نتاع تبديل تاع الجازون ولا نتاع بناء فيستيارات تبقى عام واثنين وثلاثه واربع سنين راهي فضيحه. هات النادي بنزرتي قداش بقى يلعب خارج بنزرت؟ تقريبا موسم ولا موسمين؟ تقريبا أربع مواسم. اللي وصلت بنزرت كانت تنجم تهز بطولة، ولكن تحرمت مستاد متاعه وتلعب البر. شبيبة القاهرة وين؟ قديش بقى تلعب البر؟ مستقبل قاسين قديش بقى يلعب البر؟ معناها أروا هذه المشاكل اللي نعانوا فيها. والليتوال أي الليتوال بقى تقريبا 2 مواسم ولا 3 تلعب بين حمام سوسة بين رادس. معناها مشاكل كيما هكا في 2024 والله عارفين عندنا مشاكل البنية التحتية وعارفين هذيك امكانياتنا وتعرف انت البلاد والوضعية اللي نحن فيها. اما نال فاجأني انه مقابلة متاع صاحب المرتبة الاولى في البطولة والثانية والوصيف النادي الافريقي والأولمبي البيجي والنادي الافريقي، معناه يعني علاش في ملعب مجاز الباب؟ يعني ثم ترنات اخرى خير. اعطيني مثلا اعطيني ملعب يلعبوا في بارد وبارد وبارد. سامحني نا كبيجي مثلا نحب الأولمبي البيجي ونا بيجي، علاش نلعب للنادي الافريقي في بارد وباش يجي جمهور نادي الافريقي؟ ما نلعبش في تونس. لا يا اخي نحب نلعب في حتى في مجاز البيت. ما نلعبش في تونس، نجم نلعب في المستير، نجم نلعب حتى ما نلعبش في المستير، نلعب حتى في الكيف. ما نلعبش في المستير علاش؟ العقلية سياسية. ما نحكي على التيران تاع مجاز البيت. نسمع تو انه ما يتصورش الماتش، ما نجموش يعني هذيك امورك انت، هذيك امور الجامعه وامور. اما انا كباجي نتنقل لمجاز البيت ما نتنقلش للمستير. المستير عادي كاينه ماتش ولا بالحق خارج ارضيه الميدان بالحق، معناها باش تولي فيه باجي تمشي وتبات في المستير وتتنقل كيف كيف النادي الافريقي بالضبط. وين ثم دي تيران خير من مصطاد مجاز الباب؟ نعرف باجا كانت نجم، ولكن مش موجودين في باجا على ما وافقوا ما نعرفش مش موجودين في باجا. هذا هو المشكل، الاستادات اللي تحكي عليها خير من مجاز الباب ماهوش موجودين في باجا. باجا فقيره من حيث البنية التحتية كما القاسرين وكما معنا عندك ملعب وحيد، ما عندكش استاد يلعب. بالنسبة اما هذا سمحني سي ابراهيم، رو اذا كان باش تلعب الماتش هذايا اش معناها؟ خاطر اذا كان تقولي مثلا استاد المستير خير اي، وكي تجيني شبيبة القاهرة وين نلعب له في المستير زادة، وكي تجيني المتلاوي وين نلعب في المستير، وكي تجيني المستير رأيت باش تفرض عليك وتولي تلعب في دونك نلعب في مجاز البيت.
يا اخي هذاك اختيار وانا نشوف مع هذا ما يؤسف ما يؤسفنا ما انا كجماهير هذه تفرجوا على الصراخ هذاك البطوله تاعنا في الشعبيه اللي هو شحال انا مش عارف ليك تشوف انت احسن فريق وصفر فارتو الدرجه الاولى التونسي فيها اربعه ولا خمسه لاعبين يلعبوا في المنتخب التونسي فيهم كل لاعبين نجم يكور في الكيب ناسيونال الاخر كل لاعبين متوسطين كما لاعبين اولمبيك كما قوى في الكابسه كما ما فيش حاجه كبيره فهمني هذا هو اللي حبينا نحكوه نروح حتى راهو كل زي بالنسبه للبرجة ما هي المرتبه الاولى تو المرتبه الاولى 5 على 5 وفايته بزوز نقاط هي 15 والاخرى لكن عندي ثقه عندي لا ثقه في برجة في الملاعبين تاعها قد تعمل نتائج كبيره ياسر هو سيحاضر راهو انتصار الاولمبي البيجي على النادي الافريقي سيكون مراهن جدي على البطوله وربحت قفصه في قفصه اللي هي قفصه صعيبه ياسر باش تقدر تخسر في قفصه حاجه اخرى بطبيعه انا ما نحبش ندخل برشا في الكوره ان شاء الله حظ موافق للفريقين واللي يلعب خير ان شاء الله مبروك عليه ولكن حابين نحكوا على الظروف اليوم اللي تعيش الكره كره القدم التونسيه باش ما نحملوش الفشل فوز بنزرتي عنده جاب ملاعبين من بطوله مش قادره اليوم نلعبوا فيها ماتش ما بين الاول والثاني في ملعب ينجم يتعدل البر انا بالنسبه لي ما نحملش فوز بنزرتي في النتائج هذه والخيبه نتاع حبينا فقط ان حاجه اخرى زاد كيف اليوم من حق جماهير اولمبي البيجي ان تتمتع بالجمعيه نتاعها اللي تشيخ كوره اليوم ولكن سمعنا انه تقريبا حضور الجماهير باش يكون في حدود 500 متفرج فقط هذه المشكله يعني توا هذه مقابله كبيره من اقوى المقابلات في البطوله التونسيه الفريق الاول والوصيف يشاهدوا 500 متفرج هذا دليل على انه الكره التونسيه باي باي معناها عن البنيه التحتيه ما الترامي هز كان 500 لا ما نعرفش ما امنيا وافقوا لهم يمكن نتصور انه كيما استاد نتاع طاهر العمري في القاسرين استاد كيف هكاك الامن قدر انه ما نجموش يقبلوا اكثر من 500 متفرج طرطان هو ولا ما عنديش فكره لا نورمالمون معشب في بالي معشب هذه هنا الكره التونسيه في الداخل وفي الخارج ولكن الحكايه نتاع حكايه امنيه هذه 100% اما شوف الشارع نتاع كره القدم اليوم مثلا تشوف راهو في المغرب اليوم يلعبوا ماتشوات قدام 30 و40 و50 و60 الف متفرج يلعبوا ماتشوات في الليل يامنها الامن وموجود الاضاءه وموجود كل شيء نحن ما نجموش نلعبوا في الليل نلعبوا في النهار معناها في مرات في الشمس مرات في الليل نلعبوا في النهار وبطبيعه الملاعب مش كما يعطي في الساعتين تاع الليل كما يعطي في 8 9 تاع الليل دونك راهو في الليل تكون خير ملاعبنا ما هيش مؤهله باش تستقبل ماتشوات في الليل ما هيش مؤهله باش تستقبل ماتشوات كبار ما هيش مؤهله للعب كره القدم انت جيت تعمل فيها كنترول اليوم برشا استادات اليوم راهو يرجع ليش يرجع دي بني تحتيه بني تحتيه خايبه من عدمه راهو ناقوس الخطر يضرب فيه الرياضه التونسيه يلزم له ولا حقيقه تحب فريق وتحب فريق الوطني ويجيك فريق ما هو هذا هو اللي نحكوا عليه انه راهو مادام انت عندك بني تحتيه كيما هكا راهو معالجه الامر ما يكونش باقاله المدرب وهذه شفناه جمعه هذه من سوسه للمنتخب للترجي الغير ضر الكره التونسيه نحمل مسؤوليه الاداره المكتب الجامعي السابق اللي عمل بطوله وعملها على مجموعتين هذيك تقريبا كانت المشكله الاولى وكان طيح النسق في مقابلات وحتى الملاعبين ما عاد تشوفوا ملاعبين كبار على مستوى البطوله كما كنا نشوفوا قبل اليوم رجعنا برزنيه نتاع بطوله مجموعه واحده في 16 فريق حابين نشوفوا كرة اليوم زيد نتفاجئوا بالملاعب هذه ملاعب معناها غير مؤهله للعب كره القدم مشكلة كبيرة إن شاء الله نحن ديما نقول إن شاء الله تتصلح الأمور والله المستعان إن شاء الله تتصلح الأمور آخر فقرة في الجزء الثاني هذا باش نسمعكم إكستري واحد أخر ونسمع تعليقاتكم تونسيون يتحرشون بحكمة تركية تم تداوله من برنامج ملعب النجوم الرياضي الذي بثته قناة تونسنا الخاصة أثار استياء كبيرا مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وصف الحكمة التركية الفيغارا أرسلان بطريقة سيئة وغير مهنية وفر على لجنة التحكيم متعب باش يخلصوها النجم خلصها أنا
ونشوفوا دو نمشي نشوف البانكاجي بتاعي يسيب لي شي حويجه، انا باش نكون حكم مساعد لكن مش في الملعب. الشكل بتاعي عجبني، الشكل بتاعي عجبني هذا، والاخر يقول لك انا باش نكون مساعد ولكن مش في الملعب. هذا برنامج رياضي تونسي مانيش نتحملوا له الحقيقه، برامج تونسي الكل تقدم في الرياضيه بطبيعه يقدموا في محتوى جيد وجيد جدا، وثم برشا عباد نتعلموا منهم، ولكن هل هذا هو المطلوب من البرامج التونسيه؟ والله باش نحكوا على حكمه، واحد يقول لك والله عجبتني ونخرج نحكوا على الرياضه وذا خروج عن الموضوع معناه غير لائق حقيقة. ما يجيش عدم الاخلاق اصلا، لا الاخلاق من عدم بالنسبة للناس كيما هكا. انت لا حكمة، انت تفسرها بحوايج اخرى بالضبط. انت لا مش معقول اصلا، مش معقول بالنسبة بالضبط. معناه من بعد يتسائل يقول لك لا علاش في البطولة تاعنا ما يجيبوش حكمات كيما هكا؟ لو معناه السؤال لو يتحرش بها يعطيك الصحة، ترضى انت مثلا البطولة التونسية باش يجيبوا حكمات كيما هكا؟ مني باش نجيبوها؟ معناها ترضى شكون يحكي على بنتك ولا على اختك؟ معناها الحقيقة هذا غير معقول. باش ما على ذكر الحكمات، نحن في القصرين عندنا برشا حكمات قاعدين يقوموا قدموا في الإضافة للجان ويخدموا بالقدام صلي على النبي، وما ثم ما نلقوش حتى مشكله من ناحيه الجماهير. وهذا حسين، نحن باش ما نكبروش الحكايه وما نركزوش عليها برشا، ان شاء الله تكون غلطه الشاطر اللي ما تتعاودش، وكهو هي غلطه الشاطر معناها غلطه كبيره برشا، ان شاء الله تكون كيش يقولوا غلطه عابره وكهو ما نركزوش عليها، وان شاء الله نشوفوا منهم تحليل المباريات وتحليل فني وتحليل الماتشوات والوضعيه بتاع الرياضه في تونس. مازلنا مواصلين، مازال عنا جزء ذلك باش نحكوا فيه على مستقبل القصرين والمباراه الاخيره وتحضير زاد كيف كيف لمباراه الرديف باش تكون ان شاء الله نهار الاحد، ولكن هذا الكل باش يكون في الجزء الثالث، ما تغيروش المحطه. هنا راجعين في اولى القصرين بعد شويه. لا علينا لا علينا